بتذكرني مع الفارق طبعا. اولا لازم الكل يعرف انه اتيان المراه الزوجه في رمضان في نهار رمضان اثم عظيم وكبير من الكبائر، وكفرتها قاسيه حقيقه، قاسيه شديده. ليه؟ ما ربنا رحيم. حد يقول لي طب ربنا رحيم، شددها ليه؟ شددها لجرمها في الجرم شديد. ده نهار رمضان وعندنا الليل الحمد لله، ده زمان كان الرجل اذا نام بعد المغرب ولو استيقظ بعد ساعه او اقل خلاص انتهى الموضوع، ما عادش ينفع لا ياكل ولا يشرب ولا ياتي زوجته، يبقى صيامه بدا من اول ما يصحى من نومه، ان شاء الله يصحى بعد المغرب بنص ساعه قبل العشاء، يبقى صايم اليوم الجديد خلاص. ده كان كده لحد ما ربنا خفف علينا واحل لنا الليل الحمد لله، وجعلها من الفجر حتى المغرب فقط. لكن على كل حال أمو إنه قد حصل، إحنا مش هنقطع رقاب الناس. ربنا جعل كفارة، الكفارة شديدة تناسب عظم الجرم. الكفارة هي صيام شهرين متتابعين. هل تلزم هذه الكفارة الرجل والمرأة؟ الصحيح أنها تلزم الرجل وحده، إلا إذا كانت المرأة هي الداعية، هي راح تزينت ووالى آخره، يبقى الاثنين بيتحملوها. إنما الرجل هو اللي أكبر للمرأة، والمرأة ما كانتش رغبة ونبهته لا أو حرام ولا آخره، هو أكبر على هذا، يبقى المرأة لا شيء عليها، يبقى عليه هو والكفارة على الرجل وحده. طيب مش قادر يعمل الكفار لأجل إنه ما بيقدرش يصوم مثلا، حصل هذا على عهد صلى الله عليه وسلم، بس كرجل صادق. أنا أخشى إن يكون شاب بيدلع يقول لك انا ما اقدرش اصوم وخلاص. إيه والله هو لما يبقى بقى. لما يبقى مش قادر على الصيام يا فضيله الشيخ، ده اللي هو عن مريض مثلا، مريض عنده عمل قاسي ولا يستطيع ان ياخذ منه اجازه فلا يستطيع معه الصوم. وارد، كل الاسباب المبيحه للافطار في رمضان هي اللي بنخليها مش قادر على الصوم، ساعتها تحول للاطعام. طب مش قادرين نطعم، حصل هذا، صحابي جليل لما رسول الله قال له ما اقدرش صوم، قال له ما اقدرش اصوم. طب اطعم 60 مسكين، قال له ما عنديش، قال له اقعد. قال سيدنا النبي أفتين كده طعام، قال له خدهم وزعهم على فقراء المدينة، قال له على ابونا أفقر مني، ده أنا أفقر واحد في المدينة، قال له خذها وأطعم بها أهلك. فهقول لأختي الكريمة أنتوا ما قدرتكم 300 جنيه، هي طبعا ما تكفيش لستين مسكين، لكن لا حرج، ربنا يكرمك، ما فيش مشكلة، تكفي إن شاء الله، وإذا ربنا رزقك اعملي يعني كفارة تانية، بس لازم هو اللي يكون عنده همة لهذه الكفارة يوكلها لعمل هذه الكفارة، مستهتر بيها زي يعني واضح في كلامها. طبعا هو اللي آثم، هو اللي عمل الجرم، فهو الذي يتحمل، وهو الذي يكون بادر كفارة أو يوكلها في عمل الكفارة.